حلوة كتير، صورة بجزدانك كل الوقت وأنا مو منتبهة. لا أنا جبتها لورجيك إياها. صورة كانت بالبيت وعم تضحك علي. تولاي، أنا ما عملت أي شي عن قصد. أنا حبيتك من أول يوم وغرقت بهالحب. ما قدرت خبرك لأني خفت كتير إنك تتركيني، وكل ما مرق وقت كل ما زاد خوفي أكتر، ولهيك ما قدرت خبرك. ليش ما طلقت لك؟ أنا كيف بدي طلقها؟ صار لي 5 سنين ما شفتها، يعني من لما انتقلت على الحارة وفتحت القهوة انقطعت كل أخبار. يمكن تكون سافرت لبرا البلد. تولاي صدقيني، أنا من يوم ما تركتها ما عاد شفتها أبدا، وما عاد سمعت أي شي عنها بنو. تولاي بحبك كتير، ولأني بحبك خبيت عليك. ايه؟ شو طالع بإيدي ساوي ليلي؟ والله أنا بحبك. خلص سامحيني وانسي كل شي بقى. وأمي شو رح نقلها طيب؟ وين لهلا بلشت تقلق؟ اهدي، اكيد على الوصول. هلا رح تعملنا مشكله لما تجي وتشوفك. مزبوط. وبهالحاله كل عمرها رح تضل تكرهك. كمان مزبوط. رح تعمل كل شي بتقدر عليه لتفرقنا. مزبوط. اجت. الله يكون معنا. يلا قومي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب توقف معي. أمي، يا أهلا وسهلا. أهلين يا روحي. أهلا وسهلا. هذا شو عم بيساوي هون بهالوقت بنتي؟ من الأول تفضل ارتاحي. أهلا وسهلا، نورتينا. مريحة هالكنباية؟ مرتاحة ما هيك؟ أمي، نحن بصراحة شبكون أمي؟ يعني نحن في شغلات كنا حابين نحكي معك فيها. خير ان شاء الله، تفضلي. يعني من شان موضوعنا، موضوع زواجنا. ها؟ معلومك نحن ناويين، بس ظروفنا هلا. صحيح صحيح، ذكرتني، ما بعرف كيف نسيت الموضوع. استنوا شوي. شوفي. ترارارا. شو ها؟ شوفي، أنا مريت على عمتك وجبت هدول المصاري اللي أبوك ترك لك ياهم. بابا ترك لي مصاري لألي؟ إيه تركهم طبعاً. الله يرحمه ويغفر له. ترك المصاري مع عمتك لأنه ما بيوثق فيني، مشان تخبيهم عنده. يعني هو كان حاسب حساب هاليوم وهلأ إجا وقتهم بنتي. قديش تقريباً المبلغ؟ أنا شو بيحرفني؟ ما فتحته، هون في دفتر الحساب وكل المعلومات اللي بتخصه موجودة بهالظرف. يلا قوموا لكان، خلونا نروح نسحب المصاري. عادي عادي، روحي واسمعيني. أي، القصة مو بهالسهولة هي. شوفي، أبوكي كان عنده شرط واحد لتاخديهم، هذا الشرط هو إنك تتجوزي. إيه، ومن هون لوقتها رح يضل الظرف معي. ايه، كنتوا بدكم تقولوا لي شيء بخصوص الزواج وقطعتكم. نحن مقررين انه نكتب الكتاب دغري. يا الله، واخيرا عن جد فرحت قلبي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.